كاب اف ام. الكلمة ليك. قلت يجب ان يكون مستقلا، انت مخرج لا انا شوف انا دائما وفي المبادئ انا قلت يجب ان يكون مستقلا. أيوة. يعني مستقل عن احزاب الجبهه الوطنيه وعن بقيه الاحزاب. عندنا مرشح، يعني انت بكفي ترشح انتخابات رئاسيه؟ لا خلينا نعطيك، عندنا مرشح نحن نسعى لاقناعه. الحاله الوحيده اللي هو ترشح فيها اللي هو خليه لوفانسانك، لكن تنجم تطلع سفيان على كل حال. الحالة الوحيدة التي يترشح فيها تهامي العبدولي إذا لم نجد مرشحا مستقلا، عندها سأخوض التجربة لسبب بسيط. أنا لا أوافق على أن يحكم تونس شيوخ فوق 70. بالنسبة إلينا واضحة، هم كانوا جزءا من النكبة السابقة ولن نسمح لهم بأن يكونوا جزءا من النكبة القادمة إن أتت. يعني ثم خطر الجينوتوكراسي بالنسبة لك، ديكتاتور دوفيو معناه في تونس بطبيعة الحال. لأنه شوف أنا أعتقد، أنا قلت المرة الماضية أنه الفات 70 رهم من الحكماء الدولة التونسية، نحن نستأنس بآرائهم، لكن رأي الرئاسة ولا رئيس الحكومة وغيرها تتطلب 24 ساعة على 24 ساعة عمل. وجيلنا مع الأسف، نحن الجيل بين تو من 40 إلى 50 وحتى إلى 65، كانت كلهم هم الذين حكمونا، هم الذين تسببوا بتنازلاتهم فيما وصلت إليه تونس. فبيودي أن لا نسمح لهم مرة أخرى بأن يوقعوا تونس في المأزق. كاب اف ام. الكلمة ليك.